مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. معاكم النهارده وتغطية جديده من داخل محافظه الدقهليه، واهمال طبي يتسبب في فقد البصر للطفل ريان ابن قريه منيه سندوب التابعه لمركز المنصوره بمحافظه الدقهليه. ريان دخل الحضانه وقعد فيها 33 يوم، وبعد ما خرج بفتره والدته اكتشفت انه فاقد للبصر تماما. ايه اللي حصل وايه التفاصيل وايه الحكايه؟ ده اللي هنعرفه مع والده ريان وهنعرفه مع جد ريان. مساء الخير يا فندم. ايه اللي حصل لريان بالظبط يا فندم؟ حضرتك، هو اتولد في مستشفى خاص، فالمستشفى الخاص قالت لازم يتحط على الاكسجين 50%، فاحنا جهزنا عربيه مجهزه، عربيه اسعاف مجهزه، واتصلنا بدكتور معرفه من البلد هنا، قال في مستشفى فيها حضانة جاهزة ممكن إن هي تستقبل الطفل. خدناه فعلا بالمستشفى، وجده لأبوه راح يسلمه هناك، قال له ما تمشيش، لازم نعمل للطفل فحوصات كاملة. فالفحوصات دامت ساعتين، بعد كده قال له خلاص الطفل زي الفل، اتفضل روح. يعني هم خدوا الطفل بعد ما اتأكدوا إن الطفل سليم جسديا، مفيش فيه مشكلة، مفيش فيه أي مشكلة، تمام. فضل في الحضانة أول يومين، اديله 50% الأكسجين اللي متفق عليه مع المستشفى اللي هي الخاص اللي اتولد فيها. بعد كده هم رفعوا الأكسجين نسبة 100%. في أثناء ما هو موجود في الحضانة أصابوه فيروس في الدم، يعني جاله فيروس في الدم. هو طبعا معزول ومتعقم الحضانة، فالمفروض الفيروس ده جاله من مصدر خارجي، تمام. فاحنا سألنا، قال لك ممكن تكون غلطة ممرض. غلطة ممرضة هي اللي سببت الفيروس في الدم للطفل، تمام. طيب ايه الحل؟ قالوا لازم دم يتغير بالكامل. فاحنا طبعا لما نروح نجيب من بنك الدم اللي هو معتمد، فبنك الدم ادينا مرة ومرضاش يدينا تاني، بقينا نجيب من مستشفيات خاصة ومن معامل خاصة. جبنا الدم وبقينا نودي الدم كل يوم، يقولوا لنا احنا النهاردة دخل الدكتور كذا، كشف عليه، عملنا له أشعة، عملنا له تحليل، الكلام ده اتكلف قد كده، ندفع، تمام. فاحنا ام الطفل كانت بتروح تبص عليه، تلاقي الطفل يعني عينيه مش مظبوطه يعني، وسالت الدكاتره اكتر من مره، هل الاعضاء كلها سليمه؟ القلب سليم، الرئه سليمه، المخ سليم، العين سليمه. كانوا بياكدوا لها في كل مره ان الاعضاء دي سليمه جدا، ما فيش فيها اي مشكله. وطيب الولد ما بيتحركش، ما بيفتحش، ما فيش حركه للولد. قال له احنا بنديله مهدئات عشان الطفل ما يعيطش. طب الطفل ما يعيطش ده بعد ما يخرج من الحضانه، يجي له 2 فتاء، واحد سري والتاني فتاء عربي، يعني طفل ما بيعيطش، المفروض الفتاء بيجي من العيط، تمام. فهو جاله 2 فتاء، فقعد في الحضانه 33 يوم. بعد ال 33 يوم أم راحت تستلمه، طب يا جماعة احنا عايزين نطمن عليه. قال لها ما فيش في أي مشكلة، احنا مش هنديك الطفل وفي مشكلة، الطفل بتاعك سليم 100%. خدنا الطفل وجينا هنا، طبعا الفتاء اتقلب عليه، فروحنا عملنا له عملية فتاء هو من شهر، وخد بنج كلي طبعا في العملية. العملية استغرقت وقت كبير. بعد ما عملنا الفتاء وأمه معاه هنا، بدأت تلاحظ إن الطفل ما فيش أي استجابة خالص للضوء ولا الحركة ليها ولا الحركة صبعه ولا أي حاجة بالنسبة لعيني. فراحت للدكتور اللي هو مسؤول عنه، قالت له ابني فيه ايه؟ قال لها ابنك زي الفل، ما فيش في أي حاجة. طيب نطمن احنا عليه ونعمل له أشعات، نعمل له إيكو على القلب، نعمل له كشف نظر. قال لها لا، ابنك زي الفل سليم، محدش يجي ناحيته، انتوا عايزين تجروا خلاص، تمام. فالمهم هي برضه مش مطمنة، الطفل ما فيش استجابة خالص. فبدأت الأم بمبادرة منها، راحت لطبيب عيون في البلد هنا. طبيب العيون قال لها ابنك ما بشوفش. طبعا دي كانت بداية الصدمة بقى. طيب ما بشوفش ليه؟ قال لها ده فيه ممكن يكون فيه مية بيضة على عينه، هنشيلها أو نعمل أشعات الأول ونشوف إيه اللي موجود ونشيله، والموضوع هيبقى تمام. فإحنا رحنا مركز عملنا فيه أشعات، والطب ولد دخل يعمل أشعة تحت بنجه كله برضه، وكان لما يخش يعمل أشعة بينج كله ونمضي على إقرارات وحاجات زي كده. فالمهم الدكتور قال لها لا، ابنك ما عادش هيشوف. طيب يا عم شوف له. فقد البصر تماما؟ تماما، هو فقده من قبل كده، لأن احنا معانا تقارير من أكبر دكتور عيون يعتبر في مصر،
بيقول ان الطفل المفروض بعد من 15 ل 20 يوم يتعمل له قاع عين. كحت القاع العين؟ لا مش كحت، اشعه قاع عين، فحص او فحص القاع العين، على اساس يعرف العيون سليمه ولا مش سليمه. فطبعا هم ده شغل دكاتره مش شغلنا احنا. انا راجل مثلا شغال مدرس وهي ربه بيت، احنا ما نعرفش في الاجراءات الطبيه دي. فكان المفروض من الحضانة ان هي اما تجهز اسعاف مجهز وتاخده تعمل له كشف قاع عين واحنا نحاسب، او تتصل بينا تعالوا هاتوا اسعافها وتعالوا مجهزه واعملوا لابنكم كشف قاع عين. الكلام ده ما حصلش. فالمهم الدكتور قال لنا في دكتور في الزقازيق، رحنا له. وطبعا حضرتك لما بنتنقل من بلد لبلد يعني احنا قعدنا اكتر من 15 ساعه في الشارع. بعد كده الدكتور قال مش هيشوف، ومن الطرائف يعني ان هو لما قال مش هيشوف انهارنا كلنا، نزلنا وسيبنا الطفل في العياده من الانهيار. ما بندور على الطفل بعد ما مشينا شويه، احنا كان معانا عيل صغير. رجعنا العياده لقينا الناس شايلين وكده، وخدنا الطفل منه. قال طيب في دكتور في الشيخ زايد روحوا له. رحنا لدكتور الشيخ زايد، قال ابنكم ما عادش هيشوف، بس في دكتور موجود في مستشفى برضه، مستشفى تعتبر مستشفى خاصه، خدوه يشوف. ورحنا له، قال الامل من 1 ل 7%. قلنا له الامل 1% هنعمل العمليه. فطلب اشعاعات وطلب تحاليل وحاجات زي كده. طبعا عملنا في مراكز هو مش عايز، فرجعنا له قال لنا لا الاشعاعات دي غير معتمده عندي، معا لازم تعمله في المكان اللي انا بعت كليه. المهم رحنا وعملنا في المكان اللي هو عايزه ورجعنا له. قال ده ابنكم عنده ورم في العينين، في ورم، ورم في عيونه. وما عدتوش تقول لي هنا، وما عادش حد، ما اشوفش حد منكم، وروحوا 57 او روحوا معهد الاورام. رحنا معهد الاورام قالوا لا حالتكم مش عندنا. رحنا 57، وطبعا يعني عشان ندخل 57 يعني اجراءات كتير ومعاناه لوحدها، اجراءات صعبه صعبه جدا. فالمهم ربنا وفقنا ودخلنا الطفل، وطبعا ابوه وامه باتوا 3 ايام في الشارع. خدوا الطفل عملوا له اشعاعات وتحاليل، قال لك لا الورم اللي هو موجود ده تليف وهيشال ومش هيبقى فيه اي حاجه. المهم شلنا التليف، من كتر ما الولد بقى يخش بنج وتاخد منه عينات دم، جاله هبوط حاد جدا في البوتاسيوم في الدم. فالولد راح في غيبوبه، راحوا طردنا بره وراحوا مدخلين الولد عنايه مركزه. بعد يومين دخلنا للولد، امه دخلت له وقعدت معاه. فالولد كان يعتبر يعني انتهى، فالحمد لله يعني ما حصلش اي حاجه. فجينا هنا برضو احنا مش ساكتين، فروحنا لدكتور اكبر دكتور في مصر في العيون. قال انا هعمل العمليه، بس ابنكم لو هيشوف هيشوف خيالات مش هيشوف صور حقيقيه يعني. قلنا له احنا عايزين نشوف خيالات. فاتفق معانا هنعمل في عين وبعد كده هنعمل في عين التانيه. عملنا ودفعنا التكلفه وطبعا التحاليل والحاجات دي. فعملنا في العينين، شال التليف ورد الشبكيه مكانها، ورحنا له من حوالي 3 ايام عشان بقى ايه الولد كان تعب وعايزين نشوف النتيجه. فقال مفيش اي امل خالص، عينين ابنكم راحت، وتعايشوا مع الموقف ده. نفذتوا محضر امتى يا فندم؟ احنا المحضر ماشيين فيه بقالنا حوالي اسبوع. اشتكينا في النيابه الاداريه، النيابه الاداريه هتحولوا نيابه عامه كاجراءات قانونيه. تمام، النيابه العامه هتبدا تحقق في الموضوع. تمام، نرجع لورد الطفل. يعني هو ده اول اولادك يا فندم؟ لا عندي بنوته 3 سنين. بنوته 3 سنين، يعني ازاي مريتي بالظروف ده مع ريان بالشكل ده؟ ويعني امتى اكتشفتي ان ابنك فقد البصر؟ انا مريت بايام صعبه جدا جدا، انا واهلي وجده ووالده لما جه اتبهدلنا اخر بهدله. كنا بنشوف ايام صعبه وكنا بنبات في الشارع، وانا كنت اكتريت الوقت تعبانه وجالي حاله عصبيه وكنتش بتكلم. ريان انا اكتشفت من نفسي يعني، كل ما كنت اروح لدكتور الاطفال كان يقول لي اللي هو كويس. دكتور هو بيشوف يقول لي اعمل له كده، ويقول لي هو بيروح ويجي هو عينيه وبيشوف كل حاجه. انا من نفسي اللي كنت حاسه لما بفتح النور ريان ما بيغمضش عينه، الضوء جاي قوي في عينه مش بيحس بالضوء ولا باي حاجه. فانا رحت كشفت عليه، الدكتور قال لي اللي هو مش بيشوف خالص. دي كانت صدمة ليا ولينا كلنا، اللي ريان مش بيشوف. انا المفروض كنت واخده ابني، اللي ابني كويس من حضانه ما كانش في اي حاجه،
ابني كان، هما قالوا لي ان ابنك سليم، احنا مش هنديك ريان وريان في اي مشكله. ايه هما قصروا في حق ابني؟ النهارده من خلال بثنا المباشر بالطلب بيه. انا عايزه حق ريان اولا، عشان ما فيش اي طفل يحصل فيه اللي حصل في ريان، ولا اي ام واب يمروا باللي انا وجوزي مرنا بيه. مرنا بايام صعبه جدا من كل حاجه، مرنا فيها وحشه، وابني شاف ايام وحشه من اكتر من 20 مره. خد بنج كلي، وده طفل كان شهور، كان شهرين ونص واحنا بدأنا بياخد بنج، او شهرين. خد 20 مرة بنج كلي، شاف ايام صعبة. انا مش عايزة اي ام تشوفه او اب اللي احنا شفناه. انا عايزة حق ريان، وعايزة لو ريان لأي علاج بره مصر نسافر نروح نعملهوله، عشان ما يعيش حياته عنده اعاقة. ده عينه مش ايده ولا رجله، هيقعد العمر كله ما يشوفش، العمر كله مش شايف اي حاجة، ما يشوفش نور ربنا، ما يعيش طفل زي اي طفل طبيعي، هيبقى طول الوقت محتاج حد هو اللي يعمل له كل حاجة. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، يعني زي ما حضراتكم شايفين مأساة أسرة دخلت طفلها الحضانة، حصل له مكروب في الدم داخل الحضانة على إصرها، فقد الطفل البصر تماما. الأسرة عملت المحاضر وحاولوا ان هم يلحقوا الطفل بأي طريقة، ولكن بدون جدوى، وأصبح الطفل ريان ابن منية سندوب بمحافظة الدقهلية، فاقد تماما للبصر. مشاهد اتفضل. أضيف حاجة صغيرة بس. معظم الناس اللي بتعرف ان احنا قدمنا شكوى رسمية بيقولوا انتوا ليه اتأخرتم، يعني بيعتبر الموضوع ده متاجرة بريان. يعني احنا ما تأخرناش ولا حاجة، انا كان اهم حاجة عندنا عينين ريان، ان انت ان انا اجري واحاول ارد له البصر تاني. ما كنتش فاضي بقى للشكاوي ولا الكلام من ده، لانك ما كنتش تعرف اساسا قبلها، وفي نفس الوقت كنا ماشيين ورا امل ان ابننا يشوف خيالات. يعني تخيل حضرتك ابننا يشوف خيالات، ما يشوفش صورة طبيعية. تمام. فاحنا اللي اخرنا هو السبب ده. لما خلاص احنا فقدنا الامل بقى، ما عادش له علاج، فبدأنا نشوف الاجراءات القانونية عشان نجيب حقه. تمام. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.